السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مي عبد الفتاح من قناة كبسة طبية. إن شاء الله يا جماعة هنتكلم مع بعض النهاردة عن الجزء الثاني في خاص بالبراميسيوم. هنتكلم عن النيوتريشن بتاعتها، التغذية، وعن التقاصر. قال لك مبدئيا كده البراميسيوم ده بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على البكتيريا، على الطحالب، الألج، على البروتوزوا، الكائنات الأولية البسيطة. قال لك طب التغذية بتتم ازاي؟ بتتم كالآتي. بص كده، قال لك أول حاجة في المنطقة دي اسمها الأورال جروف، يعني في تجويف الفم بتاعها، في سيليا، في أهداب. فالاهداب دي بتعمل ضرب، تضرب بقوه، بيت سترونجلي، تضرب بقوه بتخلي الطعام يدخل مع الميه، ما هي البراميسيوم عايش في الميه، فيخلي الطعام ده يدخل للجروف ده، للتجويف ده. شوف ادي السيليا اهي، تضرب بقوه فتجذب الطعام او تخلي الطعام يدخل للمنطقه دي. طيب بعد كده الطعام بيدخل ايه؟ بيدخل لمنطقه الايه؟ الفيستيبل، الفيستيبيول اللي هو الدهليز اللي موجود، وبعد كده الايه؟ للبلعوم، يعني بعد كده الدهليز وبعد كده البلعوم، تمام. وبعد كده بيحصل ايه بقى؟ بعد كده بيتكون لي فود فاكيولز. طب ما تيجي نبص على الكلام ده هنا في الصوره. بص يا سيدي، ده كده التجويف اهو، الاورال ايه؟ الاورال جروف اهو، الاورال جروف. الاورال جروف ده بيبقى مليان بالسيليا، شايف السيليا دي كلها؟ دي كلها سيليا. السيليا دي بتساعد ان الميه، ده برمسون ده حواليها ميه، فالميه تدخل بالاكل هنا. طيب بعد بيخش بالاكل هنا، بيخش من الفم، هو منطقه الفم، وبعدين بيدخل ايه اللي هو ايه اللي بيعدي على البلعوم والمريء، وبعد كده ايه الاكل ده بيتكون او بيسبب لي في تكوين ايه؟ حاجه اسمها اهو فود فاكيولز، يعني حويصله الاكل. يعني الاكل ده يا شباب بيبقى موجود في الاخر في حويصله، الاكل اللي داخل جوه البرميسيوم بيبقى موجود جوه فود فاكيولز، جوه الحويصله. بص بعد كده تلاحظي الحويصله دي ما لها حصل لها ايه بعد كده؟ تمشي بقى تسبح في السيتوبلازم اهي، دي حويصله اكلاي ودي حويصله اكلاي ودي حويصله اكلاي، عما تسبح جوه الايه؟ جوه السيتوبلازم. تسبح جوه السيتوبلازم ليه؟ عشان يتفرز جواها، يعني عشان السيتوبلازم ده يساعدها ان يبقى فينا في انزيمات هاضمه تدخل جوه الفاكيولز، جوه الفود فاكيولز، جوه جوه الحويصله بتاعه الاكل، عشان تخلي الاكل ده يتهضم. طيب وبعد ما الاكل يتهضم، يعني دي كده يبقى الفود فاكيولز بيحصل بتعمل ايه؟ بتعمل سيركيوليت، تفضل تدور كده، تدور في جوه السيتوبلازم، تفضل تتمشى. تتمشى ليه؟ عشان يتفرز جواها الدايجستيف انزيم، انزيمات هاضمه. وبعدين بيحصل ايه؟ فتهضم الاكل عشان البراميسيوم يستفاد منها، يستفاد من الاكل المهضوم. طيب الاكل بقى اللي ما اتهضمش او الفضلات تطلع ازاي؟ الفضلات تطلع كده، بص 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 بص، تطلع كده للميه تاني عن طريق السيتوبروكت. السيتوبروكت اللي هو زي مثلا ايه يا شباب؟ اهو زي انتفاخ كده، زي فتحه الشرج عندنا مثلا، اللي هو بيبقى عضو اخراجي موجود فين؟ في البراميسيوم، ياخد الاكل اهو، شايف الحاجات اللي من جوه دي يا شباب؟ ياخد الحاجات اللي هي ملهاش لازمه، الفضلات دي تطلع عن طريق السيتوبروكت. تمام يا شباب؟ طب تيجي نقرا الكلام ده سريعا اهو. قال لك الفيدنج، التغذيه عن طريق ايه؟ عن طريق السيليا بتاع الاورال جروف، تجويف الفم. السيليا خلت الفود بارتكلز ار سوكت، يعني دخل مع الميه، يعني الميه بالاكل دخل جوه الاورال جروف. وبعد كده عدى مين؟ عدى على منطقه في الاخر ايه؟ البلعوم. وبعد كده ده تسبب ان ايه؟ ان الاكل ده كان موجود بعد كده جوه حويصله الطعام اللي هو فود فاكيولز، تمام؟ طيب قال لك بعد كده بيحصل ايه؟ قال لك الفود فاكيولز دي اهو بتعمل سيركيوليت، تفضل تدور في السيتوبلازم. عشان ايه؟ عشان السيتوبلازم ده المكان اللي الدايجستيف انزيم، الانزيمات الهاضمه بيتفرز جواها، عشان يعني تخلي الانزيمات دي تدخل جوه مين؟ سيكريتد انتو ات، يعني تدخل جوه الحويصله نفسها عشان تخدم الاكل. طيب بعد كده ايه؟ في بيحصل عمليه ايجيشن. يعني ايه ايجيشن؟ يعني عمليه اخراج الحاجات اللي هي undigested particles، الحاجات اللي هي ما اتهضمتش، بيحصل لها ايجيكتد، تطلع بره الجسم عن طريق السيتوبروكت او عن طريق اللي احنا بنسميه temporary enos، اللي هو ايه؟ كانها فتحه شرج مؤقته. طيب خلي بالك يا شباب ان انا برضو البراميسيوم بتعمل عمليه اوزموريجوليشن. يعني ايه اوزموريجوليشن؟ يعني تنظيم الضغط الاسموزي. يعني ايه برضو؟ يعني شايف بتظبط كميه الميه عندها جوه جسمها. بص كده الصوره دي، ده شايف ده اسمها كونتراكتايل فاكيولز، اللي هو الحويصله المنقبضه، كونتراكتايل فاكيولز اسمها هو. عندها اتنين، واحده فوق انتيريور وواحده تحت، فبنسميها بوستيريور كونتراكتايل فاكيولز. هم دول اللي لهم علاقه بالاوزمو ريجوليشن، تنظيم الميه، تنظيم الضغط الاسموزي، يعني بينظم لي الميه اللي جوه البراميسيوم. لو الميه زياده الكونتراكتايل فاكيولز دي بتطلع الميه زياده خارج جسمها، فهو ده بنسميه ايه؟ الاوزمو ريجوليشن. طب وبعدين بيقول لك ايه؟ بعد كده بيقول لك بقى عايزين نتكلم عن الريسبيريشن والاكسكريشن، التنفس والاخراج. قال لك خلي بالك ان بتحصل عن طريق السيمبل ديفيجن، يعني عن طريق ايه؟
عن طريق الجلد. يعني بص كده، يعني بيحصل لها تنفس عن طريق الجلد من بره، اللي هو بنسميه الانتشار، سمبل ديفيجن، يعني الانتشار البسيط، يعني عن طريق الوسط اللي حواليها الاكسجين بيدخل وثاني اكسيد الكربون، بعد كده بيطلع من جوه جسمها لبره للميه. فده اللي هو انتشار الغازات من بره لجوه، من جوه لبره، ده بنسميه ايه؟ بنسميه سمبل ديفيجن. طيب قال لك بعد كده عايزين نتكلم عن الريبرودكشن، عن التقاصر. قال لك التقاصر بقى حوار. قال لك واحد الاسيكشوال ريبرودكشن، التقاصر اللاجنسي، ده بيحصل في النورمال كونديشن، يعني في الظروف العاديه الطبيعيه جدا بيحصل للبراميسيوم ده، في الظروف العاديه بتاعتها بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها اسيكشوال تقاصر لاجنسي، اللي هو ايه يعني؟ اللي هو باينري فيجن. يعني ايه باينري فيجن؟ اهو ادي البراميسيوم اهو، حصل لها ايه؟ انقسمت من النص اهو، انشطار ثنائي باينري فيجن. طيب امال بيحصل نوع تاني من التقاصر اسمه ايه؟ اسمه سيكشوال ريبرودكشن. يعني ايه سيكشوال ريبرودكشن؟ تقاصر جنسي، اللي هو كونجيكيشن. الكونجيكيشن يعني ايه كونجيكيشن يا شباب؟ معناها الاقتران. يعني ايه اقتران؟ ده يعني تزاوج جنسي او تقاصر جنسي. عن طريق ايه؟ عن طريق بقى اديك بس الحوار كده، ان اتنين براميسيوم مختلفين في النوع ذكر وانثى، يعني بيقربوا من بعض. بيقربوا من ايه؟ من بعض. وبعدين هيحصل الحوار ده كله. بص الصوره دي بالنسبه لي مش افضل حاجه، فانا جايبه لك صوره تانية. بص يا سيدي الصوره دي، بص يا سيدي، صلوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا غالي، بيقول لك اول حاجه، انا هكبر لك الصوره دي على ما اقدر يعني عشان تكون شايف. قال لك اول حاجه ان في اتنين براميسيوم بيقربوا من بعض، هيحصل بينهم تزاوج، هيلزقوا في بعض. فاللزقه دي بنسميها ايه؟ كونجيجنت، اللي هي الكلمه دي. انا اقول لك الحاجه واوريك عشان تكون واخد بالك، كلمه كونجيجنت معناها ايه؟ معناها اتنين مقترنين، اللي هو اتنين لزقوا في بعض. زي مثلا لو انت بتحبي صاحبتك قوي ولزقتي فيها كده، انتوا كده عملتوا اقتران. كونجيجنت يعني قربتوا من بعض قوي، تمام. طيب تاني حاجه بيحصل ايه؟ بص بقى بيقول لك بعد كده، بص بقى، مش انا عندي البراميسيوم فيها نواتين، شرحتها لك قبل كده، نواه كبيره اللي فوق دي اللبني ونواه الصغننه. طب تعالى برضه اوريك في صوره ثانيه اوضح عشان تكون واخد بالك. اهي مش البراميسيوم عندي فيه نواتين، نواه كبيره ونواه صغيره. النواه الكبيره دي مالهاش علاقه بالانقسام، ما بتنقسمش. النواه الصغنطوطه بقى الخبيثه الصغننه دي، اللي هي المايكرو نيوكليوس دي بقى اللي تفضل تتقاسم تنقسم، عشان بس تكون واخد بالك من الحوار. فانا عندي نواه صغننه، الكبيره دي اللبن اللي فوق ماليش دعوه بيها، انا بقى ليه علاقه بالنواتين الصغيرين اللي تحت. دي بتبقى فيها الماده الوراثيه كامله، التو ان ديبلويد، تمام. قال لك هيحصل ايه؟ هيحصل ان كل واحده من دي اللي هما من اللازقين في بعض دول، اهو اتنين كانوا براميسيوم عادي لازقوا في بعض، الكونجي كانت بقى ده، كل النواه الصغيره اللي هنا والنواه الصغيره هنا هيحصل لهم انقسام ميوزي. انقسام ايه؟ ميوزي. الناتج من انقسام ميوزي اربع انويه، يعني ده هينتج منه اربعه، اهو كده اربع انويه اهو، والناحيه الثانيه في اربع انويه اهو. ثلاثه من الانويه دول هيختفوا اهو، وثلاثه من هنا برده هيختفوا اهو، حتى تلاقي لون بهت اهو، بيقول لك ثلاثه مايكرو نيوكليوس هيختفوا ديسنجريت. وبعدين قال لك بقى النواه اللي باقيه دي هيحصل لها انقسام ميتوزي، تنقسم. يعني بص ماليش، انا مالكش دعوه بالنواه اللي فوق خالص، خلينا في النواه اللي تحت. النواه اللي تحت اهي اللي كانت باقيه دي، مش هنا كانت بقى واحده وهنا بقى واحده، والباقي اهو النبيت، يعني خلاص هيحصل له اختفاء. النواه اللي باقيه دي هيحصل لها انقسام ميتوزي اهو، اعطتني نواتين. خلي بالك بقى، نواه منهم هتبقى كبيره شويه ونواه منهم صغيره شويه، والناحيه الثانيه نواه منهم كبيره شويه ونواه منهم صغيره شويه. تعال نسميها هنا، تعال نشوف مكتوب هنا ايه. قال لك هنا ايه؟ بص هنا، قال لك هنا هيكون لي ايه؟ في نواه صغننه ودي الذكر، نواه ذكريه. مين؟ برون نيوكليوس، يعني نواه ايه؟ يعني نواه صغننه كده ذكريه صغيره، والنواه الاكبر شويه دي فيميل. ماشي؟ خلي بالك بقى، الميل اللي هي النواه الصغنطوطه دي هي دي اكتف نشيطه، لكن الفيميل نواه كبيره حاجه بسيطه كده، لا دي مش اكتف، دي مش نشيطه. وخلي بالك برضو الميل دي بعد كده هتهاجر، لكن الفيميل ثابته. تعال نشوف الكلام ده في الصوره. بص بقى يا سيدي اهو، بص بقى خلي بالك، ها قال لك بعد كده يحصل هجره. هيحصل ايه؟ هجره. مين اللي هيهاجر؟ مش هنا، مش قلت لك هنا حصل النواه الباقيه انقسمت النواتين، نواه منها كبيره شويه نواه منها صغيره شويه، ونواه منها كبيره شويه نواه منها صغيره شويه. وبعدين النواه اللي هي الذكريه اللي هي الصغنطوطه هتهاجر في الناحيتين، يعني النواه الذكريه هنا، من هنا في نواتين اهم، منهم نواه ذكريه ونواه انثويه، وهنا اللي تحت دول النواتين اللي تحت دول منهم نواه ذكريه ومنهم نواه انثويه. النواه الذكريه هنا هتروح هناك،
والنواذج هنا تيجي هناك، تيجي هنا اهو تبادل. وبعدين هيحصل بقى الكونجكانت اللي كان بيتكون ده، اللي هو الاثنين لازقين في بعض، المقترنين دول الاثنين براميسهم اللي لازقين في بعض هيفكوا عن بعض، هيحصل لهم سيبريت، هينفصلوا، ده يبقى لوحده وده يبقى لوحده. طب وبعدين مش انا قلت لك ان هنا النواه الذكريه راحت للناحيه الثانيه وهنا النواه الذكريه راحت للناحيه الثانيه، هيحصل ما بين النواه الذكريه والانثويه في كل براميسميه هيحصل لهم فيوز، هيتحدوا مع بعض. هيتحدوا ايه؟ مع بعض. تمام. النواه اللي متحده في بعضيها اللي هي ذكر وانثى مع بعضيها تنقسم 3 مرات فينتج لي 8 انويه، عد دول كده هتلاقيهم 8، فالناتج هيكون مين يا شباب؟ هيكون 8 انويه، 4 منهم، الـ8 دول 4 منهم هيكبروا، هيبقى ماكرو نيوكليوس. بس خلي بالك، بص هقول لك الاول معلومه، فاكر الماكرو نيوكليوس اللي هي النواه الكبيره اللي كانت موجوده اصلا في الاصل في الاساس، اللي هي النواه اللي فوق دي اللي انا قلت لك مالكش دعوه بيها، اللي هي مالهاش علاقه بالانقسام، فاكرها ولا نسيتها؟ النواه الكبيره دي هيحصل لها ديسنجريت، هتختفي. هيحصل لها شباب ايه؟ هتختفي. واربعه من اللي تحت دول من الـ8 اللي اتكونوا هيكبروا، هيبقى ماكرو نيوكليوس، واربعه منهم صغيرين زي ما هم مايكرو نيوكليوس. فهمت حاجه؟ وبعد كده يقول لك ايه؟ بعد كده يقول لك هيحصل لكل، يعني ده بقى هيحصل له ايه؟ انشطار ثنائي مرتين. يعني مش احنا يا شباب، خلي بالك هنا، انا عندي هنا في برموسميه وفي برموسميه ثانيه، لان انا عندي 2 انفصلوا عن بعض، فكل واحده منهم هيحصل لهم انشطار ثنائي مرتين. طب هو الانشطار الثنائي المره الواحده بينتج لي كام برموسميه؟ 2. طب لو حصل 2 انشطار ثنائي لبراميسيوم واحد يبقى ينتج لي ايه؟ هينتج لي 4 براميسيوم. بس خلي بالك انا كان عندي الاول من الاول خالص 2 مع بعض، يعني شوف اللبنه دي هتنقسم مرتين او هيحصل لها 2 انشطار ثنائي، 2 انشطار ثنائي يعني هينتج لي 4، لان الانشطار الثنائي الواحد بيكون لي 2، فلو حصل لها انشطار ثنائي مرتين يبقى ينتج لي 4. طب في برضه خلي بالك ان انا عندي في براميسيوم ثاني لونها بامبي، دي البامبي دي برضه هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها نفس الكلام اللي حصل للبني، بس انا الصوره انا مش مبينه لك الاثنين عشان ما تتلخبطش، فاهمني؟ يعني نفس اللي احنا حكيناه عن اللي حصل في اللبني هو برضه بيحصل للثانيه. الثانيه برضه في النهايه خالص هيحصل لها 2 انشطار ثنائي، فهيكون ناتج مين؟ هينتج لي برضه 4 براميسيوم، يبقى الناتج من عمليه الاقتران في البراميسيوم ايه؟ 8 براميسيوم. ليه؟ لان انا داخله من الاول بـ2 براميسيوم. يبقى شايف، تعالى نقول على السريع، انا عندي 2 براميسيوم قربوا من بعض، كان في نواه كبيره ونواه صغيره، الكبيره ماليش دعوه بيها، الصغيره دي هيحصل لها ايه؟ انقسام ميوزي، فينتج ايه؟ 4 انويه، 3 منهم هيختفوا، الواحده اللي باقيه دي هتنقسم ميتوزي اهي، فالانقسام ميتوزي هينتج لي 2 في الجنب ده و2 في الجنب ده، واحده منهم هتكبر شويه وواحده منهم صغيره شويه، الصغيره شويه دي ميل ذكر، والكبيره شويه دي فيميل. بعد كده ايه؟ الميل ده هو اللي يعني الميل هنا والميل هنا هيحصل بينهم تبادل، يعني الميل اللي هنا يروح هناك والميل اللي هنا يجي هناك عشان يحصل عمليه اسمها اكستشينج، تبادل في الماده الوراثيه. ماشي اهو، بعد ما حصل تبادل بعد ما حصل تبادل الاثنين دول اللي كانوا لازقين في بعض هيفكوا. طب بعد ما فكوا كل براموسيميه اهو، ادي اللبن اهي وادي البامبي اهو، البامبي اهي وادي اللبن اهي، فصلوا عن بعض اهي، هتعمل لك السهم كده، السهم كده هم فصلوا عن بعض، يعني هيتحد بقى الانويه اللي جوه اللي هي هجرت لبعض دي هيتحدوا، فرجع تاني لعدد ايه؟ ديبلويد. طب النوايا اللي جوه دي اللي اسمها مايكرو نيوكليوس اللي جوه دي هيحصل لها ايه؟ تنقسم 3 مرات انقسام ميتوزي، فالناتج منها هيكون فيه 8 انويه. النواه بقى الاصليه نفسها اللي فوق اللي هو المايكرو نيوكليوس اللي فوق دي اللي شبه الكليه اللي فوق بس مش هقول لك عليها دي، هيحصل لها ديسنجريت، هتختفي. واربعه من اللي تحت يكبروا، هيبقى مايكرو نيوكليوس واربعه زي ما هم. وبعدين يحصل ايه؟ هيحصل شباب ايه؟ هيحصل بقى حاجة اسمها انشطار، هيحصل انشطار، دي هيحصل لها انشطار مرتين، ودي برضو بقى هتمر بنفس المرحلة اللي حصل ليها دي وهيحصل انشطار مرتين، فالناتج هيكون ايه؟ الناتج هيكون 4 برامس، الناتج هيكون 4 براميسميات من كل واحدة، يعني الناتج هيكون 8 براميسيوم، ده براميسيوم 8 من الاقتران. طب ما تيجي نقرأ الكلام ده على السريع بقى. بص يا سيدي، الأول حاجة قال لك طبعا إن الكونجيكيشن ده بيحصل في الايه؟ في الظروف المش مناسبة مبدئيا، وبيحصل ليه؟ عشان الكونجكشن ده بيحصل علشان بيبقى تمبوري يونين، يعني اتحاد مؤقت، لان هما الاول اتحدوا وبعد كده انفصلوا، تمام، اقتربوا من بعض وبعد كده انفصلوا، عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل اكستشينج للماده الوراثيه، جينيتك ماتيريال، يحصل تبادل في الماده الوراثيه، فيدي لي انواع كتير. والاقتران ده خلي بالك بيحصل في الانفيفرابل
كونديشن في الظروف اللي مش مناسبه. يبقى هو الباراميسيوم في الطبيعي بيتكاثر ايه في الظروف الطبيعيه النورمال، تكاثر باينري فيجن، تكاثر انشطار ثنائي. لكن في الظروف اللي مش طبيعيه بيتكاثر عن طريق الايه الالكترون. ايه اللي حصل؟ قال لك اتنين باراميسيوم قربوا من بعض، لما الاتنين قربوا من بعض كون لي اللي هو لفظ اسمه المقترنين كونجيكنت، ده كده اسمه كونجيكنت. خلي بالك قال لك بعد كده ايه، قال لك هنا قال لك بعد كده يحصل بقى انقسامات، هيحصل انقسام اول مره انقسام ميوزي، فهيكون لي اربعه هابلويد نيوكليوس، يعني اربعه نقلويه شادين الماده الوراثيه نص، ثلاثه منهم هيحصل لهم ديس ابيرز. ارجع للصوره، في كل كونجيكنت في كل براميسميه يعني ده يعني ده تلاتة من هنا هيختفوا وتلاتة من هنا هيختفوا. طب وبعدين؟ قال لك النواة اللي باقية والنواة اللي باقية في البراميسيوم ده والبراميسيوم ده هيحصل لهم انقسام، انقسام ميتوزي، هيكون لي نواتين زي ما شفنا، نواة ذكر ميل برونيكليوس ودي صغيرة، ونواة أكبر شوية بنسميها فيميل. تمام؟ طيب بعدين هيحصل إيه؟ هيحصل إن الميل هو الميجريتوري، هيحصل هجرة. لكن الفيميل النواة الفيميل زي ما هي ان اكتف وستيشنري ثابته في مكانها، لكن الميل هو اللي هيعدي السد او اللي هو الالتحام بين الاثنين، هيعدي السيتوبلازميك بريدج، بريدج اللي هو ايه، بريدج اللي هو الكوبري، هيعدي الكوبري اللي موجود ما بين الاثنين، يعني هيعدي يا شباب. تمام؟ طيب فيحصل ايه لما يعدي؟ هيروح يتحد مع النواة اللي موجوده هناك فيكون لي ايه، ديبلويد زايكوت زي ما قلنا. بعد كده يحصل ايه بعد ما يتحدوا؟ هيحصل حاجه اسمها الاكسو الاكس كونجكنت. يعني ايه اكس كونجكنت؟ يعني الصوره دي، يعني الصوره دي يا شباب، يعني لما حصل انفصال ما بينهم بعد ما كانوا لازقين، لا فصلوا، ده بنسميه ايه، اكس كونجكنت اللي هو انفصلوا. وبعد كده شباب يحصل ايه؟ قال لك بقى الماكرونيوكلس الاصليه هيحصل ديسنجريت، هتختفي اللي هي لو كانت موجوده في كل براميسيوم الاصليه الكبيره، والزيجوت اللي والنواه هتنقسم ثلاث مرات انقسام ميتوزي، فيكون لي ثمان انويه، اربعه منهم هيكبروا هيبقى مايكرو نيوكليوس، والاربعه هيفضلوا زي ما هو مايكرو نيوكليوس. ويحصل بعد كده انشطار ثنائي لكل براميسيوم، لكل هيحصل مرتين انشطار ثنائي، فالناتج هيكون في الاخر ايه؟ ثمانيه براميسيوم في الناتج من الكونجيكيشن. ماشي يا شباب؟ يا رب يكون الموضوع سهل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.